السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله يا رب يكون جميع الأصدقاء في خير وفي نعمة، ويكون نحل الجميع في أفضل الأحوال. الله يبارك في الأصدقاء. عاوز أتكلم في نصيحة مهمة مع فصل الخريف، وهو سواء الأخ اللي عنده نشاط في المرعى، أو اللي ربما يكون المرعى الغباري أو مرعى حبوب اللقاح متوسط أو المرعى شحيح، لابد إن يكون النحل بتاعك مضغوط في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي في فصل الخريف. طيب، مع النشاط اللي موجود الأخ بيسأل نعمل توسع، يعني نضيف بعض الإطارات أو البراويز. مفيش مشكلة، ضيف، ولكن إضافة البرواز اللي أنا هضيفه يكون مغطيه النحل. تمام. طبعا هل أضيف شمع أساس ولا أضيف إطار مبني؟ دوت نقدر نقول يتوقف على المرعى عندك، يتوقف على الأجواء، عوامل كتير جدا. تمام. طبعا أكيد لو النحل بتاعك بيقوم بعملية بناء أساسات شمعية فشيء كويس ممتاز، ده انت اللي هتستفيد. تمام. ولكن لو النحل ما عندوش القدرة يقوم بعملية بناء اساسات شمعية، فبالتالي عشان تعمل توسع في الخلايا ضيف اطارات مبنية جاهزة. تمام. الامر اللي انا عاوز اتحدث فيه ان الاخ ما يديش توسع ازيد من اللازم، يعني خلية محتاجة برواز اضيف برواز واحد فقط، خلية محتاجة ان انا اضيف بروازين اضيف بروازين فقط. الاهم حاجة ان النحل يكون مغطي من اول برواز لحد اخر برواز. تمام. ما اضيفش براويز النحل مش مغطيها. ليه؟ اضافة براويز النحل مش مغطيها، وبالتالي ممكن يكون انا بقدم تغذية سكرية، هتلاقي ان معظم التغذية ديت بيتم تخزينها في البراويز اللي النحل مش مغطيها. الامر الاخر هيجي لك بعض المشاكل في الحضنة انت في غنى عنها. تمام. فامشي مع النحل بتاعك نقدر نقول بوتيرة في التطور حسب احتياج النحل. نتمنى العمل على الشيء ده. اصدقائنا اللي في مواسم زي موسم السدر او في اي موسم عسل، ما تضيفش اساسات شمعية نهائي. ليه؟ اضافة اساس شمعي النحل هيقوم بعملية بنائه، هيستهلك منك جزء من الرحيق انت في احتياج ليه. تمام. كان عندك فترة بتجيش فيها كنت تقدر تقوم ببناء الاساس الشمعي، انما ما تخشش الموسم او داخل الموسم تقول هنزل اساسات. لا، انا ضد المبدأ ده. تمام. قضي ال 25 يوم او ال 30 يوم حتى انتهاء موسم السدر، وبعد كده حبيت تجيش النحل بعد انتهاء الموسم افعل ما تريد. تمام. نتمنى من الاصدقاء اخذ النصائح دي بعين الاعتبار والعمل عليها. تكلمنا في فيديو في نصائح، يعني اتوقع لو الاصدقاء طبعا اللي استمعوا ليها، الحمد لله ما شاء الله يعني اصدقاء كتير تابعوا الفيديو ده، الفيديو اللي هو الاعمال اللي يقوم بها النحال خلال فصل الخريف. الفيديو ده تقريبا تم نشره تقريبا من 4 ايام او 5 ايام. تمام. فيديو كان مهم جدا ما شاء الله تبارك الله، تكلمنا فيه عن اهم الاعمال اللي النحال يشتغل بيها، سواء تغذية او مكافحة او بعض الامور الاخرى من اعمال. تمام. في الفيديو ده ان شاء الله هنترك الرابط بتاع الفيديو ده في التعليقات، لعل اللي ما استمعش ليه يقدر يستمع ليه ويستفيد من الشيء ده. تمام. طيب، عاوزين نرد على بعض الاستفسارات للاصدقاء معانا في القناة، فإن شاء الله هنقوم على بركة الله بالرد على بعض الأسئلة. هنتوكل على بركة الله. السؤال الأول، أخونا أحمد من مصر بيسأل سؤال بيقول هل لازم أنني أضع محلول سكري مع العجينة البروتينية حتى لو في برواز عسل لإبهام الملكة بوجود موسم حقيقي رحيق وغبار طلح؟ السؤال الثاني، عندي ملكة أريد عمل تغيير لها، هل ممكن وضع ملكة ملقحة في قفص ووضع ملكة عذراء حرة معها في الخلية لكي أضمن ألا أخسر الأم
لو لم تلقح الأخرى، مع العلم لا يوجد صندوق آخر لدي. طيب السؤال الأول أخونا أحمد، وهو بتاع وضع محلول سكري مع العجينة البروتينية. نعم. طيب ليه؟ أولا العجينة البروتينية اللي احنا بنحطها في الخلايا بنحطها لاحتياج النحل لمصدر غباري أو مصدر بروتيني، وبيكون على الأغلب عندي شح في المرعى. تمام. العجينة البروتينية حطيت مثلا على سبيل المثال ربع كيلو من العجينة، 200 جرام من العجينة، لازم أدعم بتغذية سكرية، كميات بسيطة، كميات قليلة، لا يوجد مشكلة. تمام. ال 100 جرام أو ال 100 مللي أو ال 200 مللي من المحلول السكري أو من التغذية، تمام، عندهم القدرة يحفزوا الملكة مع العجينة البروتينية اللي موجودة في الخلية، وبالتالي الملكة تتنشط في وضع البيض. تمام. إنما إنك أنت تضع عجينة بروتينية فقط، طب ما النحل استفاد من المصدر البروتيني، ولكن عاوز نقدر نقول مصدر تغذية أو مصدر رحيق، تمام، على أساس يقوم بتغذية الحضنة، على أساس يقدر يحفز الملكة، يبقى بالتالي لازم أحط الاتنين مع بعض. طبعا التغذية السكرية ما بحطهاش كل يوم، لا، ممكن مثلا فاصل 3 أيام، فاصل 4 أيام ما بين المرة والمرة. تمام. موضوع السؤال التاني الله يبارك لك، وهو الملكة، إنك أنت تحط ملكة عذراء وتحط ملكة ملقحة في خلية واحدة، لا ما ينفعش. تمام. حتة إنك أنت تقول عشان أضمن إن الملكة تتلقح، أخويا أحمد الله يبارك لك، تكلمت في فيديو أمس، تمام، عن التقسيمات في فصل الخريف، أتمنى تستمع للفيديو ده، تكلمت فيه عن الشروط اللي النحال يقوم بيها، وتكلمت في فيديو من قبل عن تغيير الملكات. لو رجعت القناة آخر 10 أيام في شهر سبتمبر، تم نشر فيديوهات مختصة بالأمر دوت ونصائح مختصة بالأمر ده، سواء تغيير الملكات السيئة أو التقسيمات أو الشروط اللي النحال يقوم بيها، كل ده موجود والله. النحال اللي بيتابع معانا باستمرار، تمام، هيقدر يستفيد من الشيء ده. تمام. انت الشروط متاحة عندك والظروف متاحة عندك، هتشيل الملكة السيئة او الملكة الرضيئة اللي فيها مشاكل، وهتنزل عذرة تقفص عليها 24 ساعة 48 ساعة، وبالتالي تفرج عنها، ان شاء الله الملكة تتلقح، الامور تكون ممتازة. انما ان انا اضع ملكتين داخل الخلية، واحدة متقفص عليها والتانية لا، ده عمل خطأ. ليه؟ بتشتت النحل يا أخي، بيكون عندك أكتر من فرمون ملكي داخل الخلية، أمور كتيرة لو اتحدثنا عنها هناخد وقت كتير، وعاوزين نرد على بعض استفسارات الأصدقاء. تمام؟ الله ييسر لك الحال. طيب ننتقل لسؤال آخر، أخونا أحمد من العراق، تحياتنا ليك وأصدقائنا من العراق. بيقول عندي طرد ضعيف جدا، ما هو الحل؟ طيب الأخ أحمد، رقم واحد، الطرد الضعيف اللي عندك ده، هل الملكة بتاعته ضعيفة؟ رقم اتنين، هل المرعى الغباري من حبوب اللقاح عندك ممتاز ولا شحيح ولا ضعيف؟ تمام. رقم ثلاثة أو رقم أربعة، هل عندك خلايا قوية داخل المنحل؟ تمام. الحاجات دي كلها لابد الإشارة ليها. ليه؟ لأن لو عندك ملكة ضعيفة أو ملكة سيئة، تمام، وعندك وسيلة تغير الملكة دي، يكون ممتاز، دي رقم واحد. رقم اتنين، المرعى من حبوب اللقاح عندك، لو مرعى ممتاز وفيه نشاط من حبوب اللقاح، خلاص يبقى الأمر كده نقدر نقول محتاج إنك أنت تدعم الطرد الضعيف ده بحضنة مغلقة، هيتطور معاك وينشط. طب المرعى شحيح عندك، هنا مشكلة. مشكلة ليه؟ لأنك هتضطر الخلية الضعيفة أو الطرد الضعيف اللي عندك ده تضمه. تمام. طب لو عندك، نقدر نقول مفيش في المنحل عندك خلايا قوية، مفيش خلايا تقدر تاخد منها حضنة مغلقة عشان تدعم الطرد الضعيف ده، برضه هتضطر انك انت تضمه. تمام. في معطيات كتير لابد ان هي تكون متاحة عشان اقدر ارد عليك على السؤال ده بالصورة الكافية. اتمنى يكون الصورة واصلة لك الاخ احمد من العراق، تحياتنا ليك ولاصدقائنا في العراق. طب ننتقل لسؤال اخر، اخونا بيقول استمعت لكامل الفيديو ولله الحمد، الله يبارك فيك اخي، انا مجد من سوريا، تحياتنا ليك اخويا مجد ولجميع الاصدقاء في سوريا. بيسأل سؤال، بيقول
عندي 10 خلايا نحل، لكن خبراتي قليلة في هذا المجال. في هذا العام لم أأخذ عسل إلا شيء بسيط فقط، وأنا أريد الربح كي أستمر. إذا اشتريت تقسيمات 6 براويز كي أضيفها إلى منحلي، وفي فصل الربيع أبيعها لكي ألبي احتياجات المنحل، أم أقسم من منحلي علما إني أريد أن أضاعف منحلي؟ ما هو رأيك؟ طيب أخويا مجد، رقم 1 إنك أنت تشتري خلايا خلال فصل الخريف اللي احنا فيه في التوقيت الحالي، تمام؟ أنت بتخاطر. ليه بتخاطر؟ أولا أنت داخل على تشتيت النحل أمر مش سهل، تشتيت النحل أمر مش سهل، لا قدر الله ممكن يكون شتاء قاسي، وبالتالي يكون في بعض التقصير أو عدم الخبرة منك، تخسر خلايا كتير، ويكون في إهمال في خلايا كتير، ولا قدر الله تنهار خلايا كتير خلال فصل الشتاء، أنت نقدر نقول هتتكبد خسائر في غنى عنها، تمام؟ طيب نصيحتي مني ليك إيه؟ اعتني بالخلايا اللي عندك. مع قدوم إن شاء الرحمن أو اقتراب فصل الربيع، نقدر نقول هتقوم إن شاء الله تكون متابع معانا، تستمع للنصائح، تستمع للإرشادات، تحفز النحل، تقسم، خلي بالك تقسم من نحلك وتستفيد من نحلك، ده أفضل، تمام؟ أهم حاجة في التوقيت الحالي حاول تجيش الخلايا بتاعتك، تمام؟ تعبر بالخلايا دي فصل الشتاء، ومن ثم الربيع إن شاء الله تمشي على نقدر نقول منهج أو خطة إنك أنت تعمل تكاثر من الخلايا اللي عندك ديت وتضاعفها، بدل ما تكون 10 يكون 20 يكون 30 يكون 40، تمام؟ إنما ما انصحكش تشتري خلايا في الخريف دلوقتي وتشتيها عندك، لأن أنت كده بتخاطر. دي نصيحتي ليك، والأمر في النهاية يرجع لك، تمام؟ طيب ننتقل لسؤال آخر. أخونا بيسأل سؤال، بيقول عندي سؤالين لو تفضلت بالإجابة عليهم، هل يمكن إضافة حبوب لقاح مع الخميرة أم يمكن إضافة عنصر واحد؟ طيب مفيش مشكلة، عندك حبوب لقاح من منحلك ضيفها، تمام. ما عندكش حبوب لقاح وعندك خميرة فقط، اشتغل على الخميرة فقط، تمام. عندك حبوب لقاح بس وعاوز تشتغل عليها في العجينة البروتينية، اعمل العجينة البروتينية بحبوب اللقاح فقط، تمام. اللي متاح عندك اعمله، تمام. طيب السؤال الثاني بتقول بالنسبة للسكر المطحون أو السكر الناعم الموجود في الأسواق في الجزائر لديك، يضاف له نسبة من نشا الذرة كي لا يتبلور أو يتجمد، فهل ينفع أم لا؟ طيب الأخ الكريم، أول حاجة موضوع النشا بتاع الذرة، تمام، حتى إن هو بيتم إضافته إلى السكر المطحون، نقدر نقول كذا اخ من الاصدقاء اللي بيتابع معانا تكلم على الموضوع ده، او بيقول ان السكر بيباع عنده على نفس الشيء ده، اصدقائنا في فلسطين واصدقاء كتير يعني، تمام. على العموم نسبة النشا، خلي بالك نسبة النشا اللي في السكر المطحون لو نسبة بسيطة ما تأثرش، تمام، وما تسببش مشاكل للنحل، سواء وانت بتعمل عجائن بروتينية او عجائن سكريه كانت. امتى تاثر وامتى تكون مشكله؟ لو نسبه النشا كبيره او زايده عن اللازم، تمام. يعني على سبيل المثال لما يكون عندي 1 كيلو سكر، ال1 كيلو سكر دوت لو عليه 20 30 50 جرام من النشا، تمام، ما يسببش مشاكل، ليه؟ كميه بسيطه، كميه ضعيفه. انما الكارثه تكون فين؟ الكارثه تكون لما يكون موجود 250 جرام 300 جرام من النشا على 1 كيلو سكر، هنا كمية النشا كبيرة جدا تسبب مشاكل، تمام. أتمنى يكون الصورة واصلة لك، بعتذر منك ربما يكون على التأخير في الرد، تمام، ولكن يشهد الله يا أخي، بحاول بقدر الإمكان، تمام، أرد على جميع الاستفسارات، فبلتمس العذر سواء اتأخرت عليك أو على أحد الأصدقاء في الرد على أي سؤال كان سأله، تمام. الله يبارك في عمرك، تحياتنا ليك ولأصدقائنا في الجزائر. ننتقل لسؤال آخر، أخونا وليد من المملكة العربية السعودية، تحياتنا ليك ولجميع الأصدقاء في المملكة. بيسأل سؤال، بيقول علاج النحل من الفروة عن طريق شرائح الأبستان، كم فترة التخلص من الأشرط، أو بمعنى أصح بيقول
بالمختصر المفيد يعني عشان يكون الأخ النحال اللي بيستمع لينا فاهم، يعني بيقول الفترة اللي تكون عازل أو ما بين المكافحة وما بين دخول موسم العسل. تمام. طيب الأخ وليد الله يبارك لك، أول شيء في مواد نقدر نقول أنا أكلمك على بعض الأبحاث اللي احنا قرأناها واستمعنا ليها. في بعض المواد بتترك ترسبات في الشمع، لأن الشمع مادة نقدر نقول جاذبة، أو بيكون فيها مواد نقدر نقول بتترسب فيها تمام باستمرار، على سبيل المثال مثلا الأمتراز ومشتقاته. تمام. الأبحاث اللي بتقول كده خلي بالك مش أنا اللي بقول، تقدر تشوف الكلام ده في أي مكان أو أي مواقع فيها أبحاث. الأبحاث بتقول لك إن الأمتراز بيترك ترسبات في الشمع، والترسبات ديت لا قدر الله بتؤدي لمشاكل وأمراض وسرطانات، أمور إحنا في غنى عنها. دي رقم واحد. الأبحاث كذلك بتقول لك إن فيه مواد آمنة على النحل، زي مثلا الفورميك أسيد، زي السيمول والمنتول. المواد ديت بيقولوا إن هي آمنة على النحل. أنا بكلمك لحد اللحظة اللي بتحدث فيها الكلام كما يقال، ممكن كمان شهر الكلام ده يتغير، كمان سنة يتغير، أنا بقول لك لحد اللحظة ديت الأبحاث بتقول الكلام ده. تمام. طيب باختصار شديد اللي انت تشتغل عليه ايه، ونصيحتي مني ليك ايه، لما تيجي تخش موسم العسل ممنوع تكافح بأي مادة من المواد للفروة داخل موسم العسل. دي رقم واحد. رقم اتنين، لما يكون انت بتكافح مثلا ببعض الشرائح لمكافحة الفروة، تمام، على الأقل يا أخي قبل دخول موسم العسل ب15 يوم يكون شلت الشرائح من الخلايا بتاعتي. تمام. زي ما احنا بنشيل التغذية السكرية وبننظف البراويز من التغذية، نفس الشيء أي شرائح داخل الخلايا قبل ما أخش الموسم بفترة كافية يكون شايل جميع الشرائح من الخلايا. رقم ثلاثة أو رقم أربعة ومهمة جدا، دايما باستمرار سواء أنت أو الأصدقاء اللي بتستمع لينا، تمام، أول ما يكون عندك نشاط في النحل، تمام، حاول تغير الشمع القديم اللي مر عليه سنة ونص، اللي مر عليه سنة، الشمع الأسمر القديم غيره بشمع أساس جديد. تمام. طبعا في إمتى تقوم بالعمل ده؟ تقوم بالعمل ده في أوقات أنت تكون بتجيش النحل فيها ويكون عندك نشاط، والنحل عنده القدرة إن هو يقوم بعملية بناء الأساس الشمعي. تمام. طب لما أنت بتقوم بالعمل دوت إيه المميزات فيه؟ أولا أنت بتقلل من نسب الترسبات ومن نسب الأمراض اللي موجودة في الشمع، بإنك أنت بتنزل شمع جديد وبتشيل شمع قديم فيه مشاكل. تمام. لو أنت تلاحظ أصدقائنا اللي شغالين بالأجباح البلدية أو الخلايا الأعواد، هو باستمرار بيقص شمع والنحل بيبني شمع. تمام. فده نقدر نقول بيكون أقل المخاطر موجودة في الشمع. دايما باستمرار، تمام، تلاحظ إن الشمع في الأجباح البلدية كله أبيض جديد. ليه؟ لأن النحال باستمرار بيقص. تمام. صحيح موضوع الإنتاجية ربما يكون ضعيف عكس الخلايا الحديثة أو الخلايا البراويز، ولكن احنا بنتكلم في مبدأ إن هو بيكون الشمع عنده في أقل نسبة من الترسبات فيه. تمام. عامة أخونا وليد الموضوع يطول في الأمر ده، إن شاء الله أوعدك أتكلم في الموضوع ده بصورة مفصلة في فيديوهات قادمة بإذن الله. تمام. تحياتنا ليك ولجميع الأصدقاء في المملكة العربية السعودية. طب ننتقل لسؤال آخر. سؤال أخونا أبو مبارك من المملكة العربية السعودية، تحياتنا ليك ولأصدقائنا في المملكة. بيسأل سؤال بيقول عندي خلية مكذبة وفيها عذرة، كيف أتعامل معها وشكرا. طيب أخويا أبو مبارك الله يبارك لك، أول شيء الخلية المكذبة عندك دي أنا معرفش مستوى التكذيب في الخلية واصل لقد إيه، هل هو مستفحل ضعيف قليل. على العموم اترك الخلية اللي عندك ديت لحد ما الملك العذراء يتم تلقيحها. بعد تلقيح الملك العذراء، تمام، يتم إضافة برواز حضنة مغلقة للخلية اللي فيها الملكة. بس إمتى الكلام ده تقوم بيه؟ بعد تلقيح الملكة ووضع الملكة للبيض. تمام. هل في احتمال إن العذراء ديت النحل يقتلها؟ نعم،
لو التكذيب عندك مستفحل هيقتل العذرة، تمام. طب لو لا قدر الله العذرة النحلة قتلها أو موتها، إيه الحل؟ بنصحك نصيحة لله، الحل في الحالة ديت إنك أنت هتضم الخليج، تمام. يبقى أنا دلوقتي اللي أنا أعمله أو اللي أنا هقوم بيه، أنتظر العذرة اتلقحت ووضعت البيض، أدعم الخلية دي برواز حضنة مغلقة، تمام. العذرة لا قدر الله النحلة قتلها، لان نقدر نقول النحل اللي فيه تكذيب ده مشكله في الحاله ديت، خلاص ما هو ده مش حل ان انا اضم الخليه بعد كده، تمام. اتمنى يكون الصوره واصله لك، وتحياتنا ليك الاخ ابو مبارك. طب ننتقل لسؤال اخر، الاخ بيسال سؤال بيقول عندي فروه بكميات كبيره، بدي اكافح الفروه عن طريق الاكزليك، كيف هي الاجراءات وكميه ومقادير الاكزليك وكيف خلطه، والف شكر. طيب الاخ الكريم، اول شيء الله يبارك في عمرك، يتم وضع في حدود ما بين ال 35 جرام من الاوكزليك او ال 30 جرام من الاوكزليك، عامة ال 5 جرام ما بتفرقش، تمام. يتم وضعهم على 1 لتر من الميه، ركز معايا الله يبارك لك، سواء انت او اللي بيستمع ليا. يتم وضع 35 او 30 جرام من الاوكزليك على 1 لتر من الميه، وبعد كده تعمل عملية اذابة للاوكزليك ده اللي هو ملح الاوكزليك، تمام. وبعد كده ترش ما بين الممرات النحلية، تمام، 5 سي سي أو 5 سنتي، تمام. خلية 5 برواز عندك تعطيها، اللهم صل على رسول الله، تضرب 5 في ال5 براويز 25 سي سي، تمام. طب خلية 3 براويز تديها 15 سي سي، تمام. خلية 10 براويز تديها 50 سي سي أو 50 سنتي، تمام. هتيجي طبعا ما بين الممرات النحليه هترش 5 سي سي 5 سي سي، تمام. اتمنى يكون الصوره واصله للاخ الكريم. النقطه الاهم، قمت بعمليه مكافحه للفروه بتاريخ مثلا 1/10 او 1 اكتوبر، ما تحاولش تكرر المكافحه مره تانية بالاوكزليك. طب حبيت تكافح بماده تانية مفيش مشكله، كافح باي ماده تانية، انما ملح الاوكزليك او رش الاوكزليك ما تكافحش بيه او تكرر المكافحه مره تانيه، تمام، لانه بيسبب لك مشاكل انت في غنى عنها، هي المكافحه فيه بتكون مره واحده فقط، تمام. الله ييسر لك الحال، وتحياتنا ليك وللاصدقاء في بلدك. طب ننتقل لسؤال اخر، اخونا رباح من الجزائر، اخونا رباح تحياتنا ليك ولجميع الاصدقاء في الجزائر، بيسأل سؤال بيقول بالنسبة لي استخدام الكراتين بتاعة البيض للتدخين على الخلايا، بيقول هل هو مضر على النحل أم لا؟ طيب أولا بالنسبة للتدخين بورق كراتين البيض، تمام، هل فيه ضرر أو لا يوجد فيه ضرر؟ أولا بالنسبة لو أنت موجود في موسم عسل، أتمنى تخلي بالك أخونا الكريم سواء أنت أو اللي بيستمع لينا، موسم العسل النحال يكون بأقل الإمكانيات، ما يحاولش إن هو يدخن سواء بالبيض أو بأي مادة، لأن التدخين الزايد عن اللازم أثناء موسم العسل أو موسم الفيض بيسبب روائح في العسل، تمام. طيب أنت دلوقتي نقدر نقول ما عندكش مواسم عسل، بتشتغل أثناء فحص الخلايا، تمام، هل يوجد مشكلة أو يوجد ضرر؟ لا، تمام، لا يوجد ضرر. احنا ممكن نستخدم الخيش، تمام، في التدخين على الخلايا، لا يوجد مشكلة. ممكن نستخدم مثلا بعض اوراق الكينة الناشفة او بعض الاعشاب برضو الجافة، تمام، في التدخين برضو لا يوجد مشكلة، ولكن انا اتكلم على اثناء موسم الفيض او موسم العسل، ان حال يكون حريص جدا، لان التدخين الزايد عن اللازم بيسبب مشاكل، بيترك روائح في العسل، تمام. الله ييسر لك الحال اخونا رباح، وتحياتنا ليك ولجميع الاصدقاء في الجزائر، الله يبارك في عمرك. طب ننتقل لسؤال اخر، اخونا وليد بيسال سؤال بيقول بدا موسم السدر التفتيحه الثانيه، انا سحبت عسل من التفتيحه الاولى، وكما قلت لك اخي بدا موسم السدر للتفتيحه الثانيه، هل اضع تغذيه سكريه للنحل لتحفيز الملكات النحل لوضع البيض؟ مع العلم ان الملكات بنت هذه السنة او بنت هذه العام. طيب الاخ وليد الله يبارك في عمرك، في البداية ممنوع منعا باتا التغذية اثناء موسم السدر،
ممنوع. تمام، معنى ان النحل عندك بيجيب رحيق من الصدر، ممنوع طلع تغذية. ليه؟ التغذية اللي انت هتحطها اخونا وليد ويتم تخزينها داخل البراويز، والنحل من ثم يأتي من ازهار الصدر والرحيق هيختلط، وبالتالي هيكون عسل مش طبيعي. انت عاوز تحفز الملكات وتنشط الملكات، تمام، فيه امور كتير جدا لابد ان هي تتوفر. اولا يكون انت خلصت موسم الصدر ومفيش عندك موسم صدر، خلاص دي رقم واحد. رقم اتنين، يكون متواجد عندك مرعى غباري حبوب لقاح. كما تعلم موسم الصدر مفيهوش حبوب لقاح الا لو موجود بعض النباتات او الازهار في المنطقة عندك. لو في الحالة ديت نعم ممكن الملكات تنشط، انما لو انت موجود في مكان فقط اللي موجود فيه اشجار صدر بس، فبالتالي مفيش حبوب لقاح النحلة يجيبها من الصدر. تمام. الأمر الآخر، أنت بتقول إن أشجار الصدر بدأت بالتفتيح أو بالتزهير الفتحة التانية. تمام، يعني المفروض إن النحل دلوقتي بيسرح أو بينشط على أزهار الصدر، فأنت إزاي تقدم تغذية سكرية؟ أنا بأحذرك من الشيء ده، تقديم تغذية سكرية بهدف إن أنت تقول هتحفز الملكات. أنت كده بتخلط العسل الطبيعي او العسل اللي يأتي من الصدر بالمحلول السكري. تمام، الله ييسر لك الحال. النقطة اللي لابد الاشارة ليها وهي الموسم الصدر اللي انت جالس فيه ده، لو حبوب اللقاح ضعيفة والملكات وضعها للبيض نقدر نقول توقف او معدوم، ما تجلس ازيب من لازم علشان الخلايا ما تنهارش. وانا حذرت في الكلام ده في فيديوهات اللي تحدثت فيها ان النحال لما يجي جاهز لموسم الصدر، قلت النحال ما يجلس اذيب من 25 يوم الى 30 يوم، قلت اذيب من كده في حالة وجود حبوب لقاح ضعيفة هتؤدي الى انهيار الخلايا. الله ييسر لك الحال. تحياتنا ليك والاصدقاء في بلدك، انا معرفش انت من هاني بلد الصراحة، ولكن مشكور كل الاصدقاء اللي تابعوا معايا لنهاية الفيديو. أنا بأشكركم من أعماق قلبي صراحة، وتكلمناها أزيد من مرة. الأخ اللي بيستمع لحتى أسئلة الغير والإجابات اللي هي نقدر نقول ما تخصوش وإجابات الغير بيستفيد منها. تمام، ونقدر نقول لما بيواجهوا أي موقف لا قدر الله في المنحل، ممكن يكون الإجابة دي تنقذه من أي موقف. تمام، فمشكور جميع الأصدقاء اللي موجودين معانا. في أي اقتراحات، اي امر النحال عاوزنا نتحدث فيه، نتمنى التعليق في الامر في الفيديوهات ويتم العمل عليه. مشكورين، شكرا جزيلا.